مشاهدي انفاس بريس داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد الضيف عند الاعلامي عادي الرحموني اللي غيتكلم لينا يعني على السفر ديالو من المغرب مع البعثة الرياضيه وكذلك الاعلاميه الى الجزائر العاب البحر الابيض المتوسط وهران. الى بغيتوا تعرفوا التفاصيل بقوا معنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اشكر على هذه الزياره الطيبه من الزميل ديالي في قناه انفاس. اليوم الحدث البارز على المستوى الوطني والدولي هو المشكل اللي وقع في المدينة أو مطار أحمد بن بلة بمدينة وهران الجزائرية. القصة كيفاش بدأت هو أن على مستوى الوفد الإعلامي المتكون من 9 ديال الصحفيين اللي كنا في تنسيق مع اللجنة الوطنية الأولمبية طيلة تواجدنا بمدينة الرباط، كان هناك تنسيق على أعلى مستوى مع رؤساء الجامعات المشاركة اللي كان عددها 15 جامعة، كان عدد الوفد 130 واحد، والاجتماع الثاني كان مع الرياضيين والرياضيات اللي مشاركين على أساس أننا من 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 ندخلوش في الحسابات مع الأشقاء الجزائريين، وأننا ما ندخلوش حتى في المناوشات اللي ممكن تقع في أثناء تواجدنا في الديار الجزائرية. الكل كان على أحسن ما يرام. البعثة مشات في طائرة خاصة على مستوى الخطوط الملكية المغربية. الفوج الأول اللي كانت في طائرة خاصة كان فيها 99 واحد، 90 رياضي ورياضة كيمثلوا كرة القدم، الجيدو، الكاراتي، الملاكمة، وكذلك الكرات الحديدية. كانوا معاهم 9 ديال الصحفيين. مشينا في طائرة خاصة مباشرة إلى المطار محمد الخامس، إلى مطار قرطاج تونس. وصلنا بعد واحد ساعتين ديال الطيران، جلسنا في مطار تونس في إحدى القاعات الجميلة 5 ساعات. التونسيين وفروا جميع الظروف للوفد المغربي، تم تغيير الطائرة لأنكم كتعرفوا على أن الطائرة ما تمرش فوق الأجواء الجزائرية، كتمر على جنوب أوروبا وكتدخل تونس، وبالتالي بقات الطائرة المغربية تما، وخدينا طائرة خاصة تونسية من الخطوط الملكية التونسية، بحيث أننا مشينا مباشرة بعد 5 ساعات من الانتظار إلى الجزائر. وصلنا للجزائر على الساعة 6:30 مساء بالتوقيت المحلي، وهو نفس التوقيت الذي يوازي توقيت المغرب وكذلك توقيت تونس. يعني هذه علاش اتفقوا العرب، على انهم عندهم نفس التوقيت، شي حاجة اخرى ما كيتفقوش عليها. وبالتالي كان عندنا يعني النزول في مطار احمد بن بلة بالجزائر مدينة وهران. تقدمنا المنطقة الحدودية اللي كيأشروا فيها رجال الأمن. أنا شخصيا اللي ساعدوني أعطوني الوثائق ديال البخي سيليكسيون أو البخي أكريديتاسيون اللي هي الاستمارة اللي كتهم الناس اللي داخلين التراب الجزائري. فعلا وزعتهم على الرياضيين، كانت فاجئوا أن سالة 90 بقات 9، حنا 9 بينا، اضطرينا أننا زدنا عند رجل المدير الأمن قلنا له ودي راه 9 بقاو، قال لك ما ماشي مشكل، قال لك حنا خاوة أصدقاء أحباء أخوة العربية، قال لك أعطوني الجوازات السفر، أعطيناهم 9 ديال الجوازات السفر، قدمناهم لهم، قال لك انتظروا في ظرف 5 دقائق غادي تلقاو الوثائق جاهزة. قلت له ودي حنا راه ما كايناش الفيزا بين المغرب والجزائر، وبالتالي من حق لنا ندخلوا، أما الاعتماد الصحفي الخاص بالتظاهرة فهو مختصاص اللجنة المنظمة ليس مختصاص السلطات المحلية. قال لي وهذه جهات عليا ما جهات عليا، بدا الجو جا الوفد الاسباني، جا الوفد التركي، الوغ هما لاحظوا بانهم ما خصناش نبقاو مع يشوفونا الوفود الاجنبيه، وبالتالي دخلنا لواحد القاعه دخلونا، بقينا فيها 30 ساعه محجوزين على كراسي بدون اكل بدون ماء، ما خلاوش القنصل يدخل، ما خلاوش الكاتبه ديالو تجيب لنا الاكل، وبالتالي امام التعنت ديالهم. عندنا صحفي ديال لوبينيو عنده ازمه قلبيه، انا مريض بالسكر، ما كلينا والو، عندي 2.85 غرام، وبالتالي جابوا لنا الطبيب كشف علينا، من بعد حاولوا يعتقونا بشي نوع من الاكل ما قديناش ناكلوه. وبالتالي امام هذا التعنت ارتأت من جهه عليا على ان الوفد المغربي يرجع المغرب عن طريق تونس. قطعت لنا في البي ديال الطياره من كازا لتونس، من الجزائر لتونس، من تونس للمغرب. كانوا الوفد عددهم 9، من بينهم كاينه الصحفيه ساره عن لو ماتان دي سبور، كاين هشام بن ثابت جريده العالم، كاين مصطفى ياسين جريده لوبينيو، كاين يعني العدد ديال الصحفيين،
كاين ديال الاحداث المغربيه. المصور اللي زعما صراحه يعني حاولنا بعضياتنا اننا نكونوا اخوه واصدقاء ونواسيو بعضياتنا. السي العدلاني يعني كانت لا سينيرتي نيوز، هيسبريس، حمزه الشتيوي، هبه سبور، يعني حاولنا نقضوا الامور. من بعد في اخر لحظه مشينا في الوحده ديال الطائره الجزائريه، مدونا الجوازات السفر، وصلنا لمطار قرطاج تونس في 2 جونز الليل. تعرضنا السيد السفير معيه الاداريين ديالو، خصونا سيارات مباشره الى احد اجمل فنادق في تونس العاصمه 5 نجوم. عاد دوشنا، عاد كلينا، عاد ارتاحينا، دوزنا الليل بتنا. الصباح استقبلنا السيد السفير في المكتب ديالو، حلت مراسل قناه ميدي انسات اللي حل، وبالتالي قدم لنا كل يعني الظروف الملائمه. كنشكروا السي حسن طارق سفير صاحب الجلاله في دوله تونس. ومن بعد لغدا ليه جاب لنا السياره اللي داتنا المطار قرطاج، وتسهلت الماموريه باش جينا للمطار ديال الدار البيضاء، ولقينا عدد من الناس المغاربه اللي فرحوا بنا في المطار، وعدد من الزملاء الصحفيين. وفي هذا الاطار صدرات الاتحاد الصحفي الرياضي المغاربي، ولا الجمعيه المغربيه للصحافه الرياضيه، ولا الرابطه المغربيه للصحفيين الرياضيين، ولا جمعيه الاعلاميين بلا حدود، ولا كذلك نقابه الصحافه الوطنيه، ولا حتى الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه اللي ندد بهذه المسائل، وعده منظمات حقوقيه. الغريب في الامر هاد الناس مازال كيكذبوا، مازال كينافقوا عبر الاعلام ديالهم، لانه كيقول لك حنا ما عندناش الاعتماد داكشي باش ما خلاتناش. مع العلم حنا كلنا عندنا بطاقه المجلس الوطني، بطاقه الجمعيات الاعلاميه اللي كنتمي لها، واكثر من ذلك عندنا بطاقه ديال الاتحاد الدولي للصحافه الرياضيه. وبالتالي علاش الاتحاد الدولي صدر بيان هذا الشان؟ هاد الناس مازال كيكذبوا. واللي تفاجئنا ليه هو انه فاش كنا في تونس القناه الجزائريه الاولى كتصدر انه عاجلا توصلنا بلائحه اسميه بالناس اللي جواسيس ديال النظام الملكي على النظام الجزائري، وصدروا الاسماء ديالنا بالتواريخ الازدياد، مكان الازدياد. يعني هنا كيبان على ان المعلومات ديالنا كانت عند الامن الجزائري اللي سلم لهذا الاعلام الجزائري اللي صراحه ضرب المصداقيه ديال الاعلام ومس اخلاقيه المهنه وشرف المهنه. وبالتالي حنا قررنا من بعد ما ترجع اللجنه الاولمبيه غادي تكون جلسه مع المسؤولين ديال اللجنه الاولمبيه الصحفيين التسعه، وكنفكروا على انه ترفع دعوه في المحكمه الدوليه بتشهير الاسماء واتهامنا بالجاسوسيه. هذا هو كل ما وقع في هذه الرحله، علما ان حتى حفيظ الدراجي اللي قام بمشاكل صراحه يندى له الجبين. اولا اتحاد الصحفيين الرياضيين استقبلوا في دار بوعزه، وتغدى معنا في دار حارث، وجدنا له وجبه غداء، وجدنا له فيلا في دار بوعزه هو والزوجه ديالو والام ديالو، لان ما كان محروم عليه باش يجي من قطر للجزائر. كانت الزوجه ديالو والام ديالو ما كيقدوش يشوفهم كيتشافوا هنا في المغرب. وبالتالي انك تتهم الصحفيين اللي قدموا لك عدد من الخدمات، ومن عندنا من دار بوعزه مشى للرجاء وقدمت له للرجاء تكريم هي والرابطه المغربيه للصحفيين الرياضيين. أكثر من ذلك كنت ضيف قناة الشروق الجزائرية في كأس العالم لكرة اليد أثناء المباراة المغرب والجزائر، في كأس إفريقيا في مصر كنت ضيف في قناة الشروق كذلك في مباراة ديال المغرب والكوت ديفوار، وكنا كنناقشوا في البلاطو التحليلي المشاركة العربية. إذا هاد الناس هاد الاستخبارات اللي كيقولوا عند راسهم استخبارات، مالهم ما عطاتهمش الأرشيف على أننا صحفيين مهنيين مشينا للجزائر باش نغطيو دورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط في نسختها 19 بمدينة وهران. التخوف اللي خصهم يأمنوا به هاد الناس الجزائريين هما أنهم تخوفوا أن الشعب الجزائري مقهور داخل الجزائر، تخوفوا على أساس أنهم يصرحوا لنا بالخبايا اللي كيعيشها المواطن الجزائري في الجزائر من غلاء الأسعار، وبالتالي خافوا لأنه نفضحهم في القنوات ديالنا بالمشاكل اللي كيعيشها المواطن الجزائري. هذا هو بيت القصيد. أما باش تهم ناس صحفيين مهنيين بالجواسيس فهذا وصمة عار على النظام الجزائري.